حيدر اهلا شيف عمر، شلونك؟ الحمد لله. سولف لي. اليوم عندنا سلمون بكريمة الليمون، وعندنا شوربة الطماطم، وعندنا سلطة التونة. تمام. كل حب. كل حب اشتغلتها؟ والله. أنت حبيب. من أحب الشيء يطلع حلو. الله. هل الله يعجبك. خلنا نذوق. ذوق. سلطة التونة. سلطة التونة خضار، التتبيلة مالتها كانت أوريغانو وشوية زعتر وزيت وقليل من الليمون. هذا شو؟ ضقت حيدر السمك؟ لا غلطي صح؟ كان شوية الليمون مالح. مالح مالح بقوة. نوع السمك اللي يجي ممكن نوبات بملوحة، فغالبية السلمون اللي يقدم يعني بالدول نرويج دنمارك غيره دائما يجي يا اما لاكس يكون صلصة ليمون يكسر هذا اللي موجود به، وكلش قوية ملوحته يعني ما ليش ما ضقته؟ ايش عجب؟ انت خليت له ملح؟ قليل يعني مو ضاقة، بس احتمال يعني هذا استيراد يعني لازم اقل من هذا الشيء. انا رشيت له رشة طبيعية يعني قوي شفته؟ صحيح، بس الرشة كانت طبيعية يعني. السلطة. مرحبا حيدر. أهلا شيف عمر. دائما نقول التركيز بالتيست، لازم تتذوق. ايه. هذا خطا فظيع، خصوصا الملح ما تقدر تعالجه نهائيا. هسه بس الشيف عرفان نبهني على شيء، بس انا مشتغل بيه السلمون، بس السلمون مشتغل بيه تازه، فرشيته نفس المقدار، انما هذا يجينا استيراد، فواحد يعني لازم يكون حذر برش الملح. اللي جايك سموكد مدخن بالضبط، على مود يحافظون عليه. عم يحافظ ما يخرب شيء، خلوا له. تعرف ان الملح لازم. عندنا والمواد الحامضيه من خل وغيره وغيره كلها مواد حافظه، مطيك ملح انت طيته ملح زياده، صوص قليل بين عندك نشز الملح كلش قوي. الصوص هو حامض تلقائيا ما راح يكسر من يمه، هو كنكهه طيبه، بس يجيك الملح هيك يعطيك صدمه يوقفك كل التذوق اللي عندك. كان راي الحكام انه الشيف عرفان انه مالح، وفعلا يعني من ضقت انه مالح، بس بعدين من اكتشفنا انه رجعت على القطع الموجوده من السلمون هو اصلا مالح، فالخطا علي يعني ما اعرف اقول علي او لا، هو سمك يعني شلون يعني. قال لي انت لازم تشيك بضاعتك قبل ما تشتغل بها اذا عندك مطعم او فد شيء، بس يعني ما كان يعني ما اقدر اذوق السمك ني، فكان خطا يعني. الخطا يعني مو كله علي، النسبه يعني مو علي هو هذا الشيء.